أو المعامل اللي يشتغلون بيها، المختبر، المصانع، كليتها هاي تعتبر أخطر البيئات ما العمل. ليش؟ لأنه أكو كل سنة سنويا مليونين حالة وفاة من وراء هاي الإصابات اللي تصير. الإصابات طبعا متعددة، أكو بأسباب من عندها المواد الكيميائية، أكو اللي تأثر على بيئة العمل، اللي تأثر على يعني مثلا الشخص مسؤول عن المختبر لازم يتبع إجراءات، يعني ما يخلي الطالب أو أي شخص يدخل للمختبر إذا ما يكون ملتزم بالوقاية. طبعا بالمختبر أكو علامات كليتها مميزة توضح لي نوع الخطر الموجود، شنو أستخدم، أكو أجهزة عليها ليبلات شنو المخاطر مالتها، الوقاية مالتها، كل شيء. فعندنا هاي العلامات والألوان هاي راح تميز يعني تبين لي نوع الخطر. هسه احنا راح ناخذ كل وحدة من عندهم. عندنا أنواع المخاطر. قبل كل شيء لازم نعرف احنا الفرق بين الخطر والمخاطر. الخطر هو شنو؟ انه إمكانية حدوث ضرر، يعني اكو امكانيه انه يحدث ضرر على الصحه مالتنا او على المختبر او على الجهاز اللي نشتغله. زين، المخاطر اللي هي الاثار اللي راح تترتب علي على تعاملي بهاي الطريقه تكون غير صحيحه بدون وقايه، يعني الاثار اللي راح تترتب لي على التعامل طريقه غير صحيحه ويا من ويا الخطر. وهذا الشيء حاصل ليش؟ شلون راح يحصل؟ نتيجة انه راح نضرب الشدة مال الضرر اللي راح ينتج عنه وهي منه احتمالية حدوثه. فنجي هسه نحكي مقدمة انه مثلا المختبرات هي اخطر بيئة، المختبرات في الكليات، المعامل الموجودة همين بالجامعات، المصانع، كل بأي مكان هاي اخطر بيئة مال عمل. ليش؟ لانه دائما تصير بها نسبة مال الوفيات كل سنة بسبب لو المواد الكيميائية، بسبب الأجهزة، الطريقة الخاطئة للاستخدام. زين، طبعا هم يسوي لي تكاليف اقتصادية إذا استخدمت الأجهزة، ساعات العمل، هاي كليتها الآثار كليتها بسبب شنو؟ قلة التوعية. قلة التوعية منين؟ من صاحب المختبر المسؤول عن المختبر ومن اللي دا يجي يشتغل بالمختبر. فعندنا المسؤولين العاملين بالمختبر هاي لازم يسوون شلون خطط ينفذوها على كل المختبر. يعني قبل كل شيء لازم اللي يدخل المختبر ويشتغل عنده شلون الأولوية بالوقاية قبل أكثر من صاحب المختبر. المعدات اللي راح يستخدمها، يشوف الطريقة مالتها مال الاستخدام، يشوف الليبلات الموجودة على الجهاز، المخاطر، طرق الوقاية من عندها، يشوف شنو هي الإجراءات مال الطوارئ بحالة إنه دخل مختبر وصار أي خلل. فلازم يعرف شنو هي الإجراءات مال الطوارئ قبل ما يبدي يشتغل. طبعا أكو شغلة كلش مهمة، إنه لازم أي شخص من يشتغل بالمختبر عنده شغل لازم يبلغ شخص ثاني بالبناية نفسها انه اني بفلان مكان على مود يفتقده، لانه ما تعرف مثلا شق مادة سامة واختنق، صار حريق، وقع عليه جهاز، وقع عليه مادة كيميائية واحترقت اسم الله ايده. يعني كل هاي الاسباب لازم اكو شخص يعلمه انه اني ترى دا اشتغل بفلان مكان، الشخص الثاني بده يتفقده يعرف. زين، يعرف مال الوقاية شلون يستخدمها، ينبه إذا أكو إجراءات أو ظروف صارت غير يعني طارئة. زين، شنو هي الأهداف اللي راح نسعى إلها؟ إنه تصبح عندنا البينة من المخاطر الكيميائية بالمجال. يعني لازم أنت تعرف إنه المخاطر الكيميائية كلش مهمة، لازم عندي القدرة على التعامل الصحيح ويا المخاطر اللي راح تصير، عمل ويا الكيمياويات داخل المختبر مال الكيمياء. اول شيء لازم اقسم المواد الكيميائيه، اكو مواد كيميائيه كلش خطره، يعني مثلا اكو الحوامض عندكم، الاتش
HNO3 H2SO4 هاي حتى يعني ما يصير واحد يستنشقها، يعني خطرة كلش. يعني أني كنت أشتغل مرحلة الماجستير استنشقت بوقتها من هاي الحوامض، صار عندي تحسس، يعني بقيت فترة طويلة انه ما اقدر اطيب من عنده. فهذا فشي كلش خطر. الحوامض لازم كل وحده ونسبه الخطوره مالتها، لازم على كل زجاجيه او كل حامض لازم اكو ليبل كل وحده والمكون اسمها. يعني اثنيناتها مثلا نفس اللون، احنا شلون راح نعرف؟ شلون راح نعرف هذا H2SO4 وهذا HNO3؟ زين شلون اتعامل وياهن؟ شلون اخزن؟ كلش مهم طريقه تخزين المواد الكيميائيه. شلون الاسطوانات مع الغاز، قناني مع الغاز شلون اتعامل وياه؟ تمام، هاي كليتها ضروري نعرفها. المواد الكيميائيه انا راح اجي اقسمها طبعا باللوكرات مع المختبر، راح تتقسم حسب الخطوره مالتها. اذا كانت اول شيء سامه، إذا كانت حارقة يعني أكو مادة بس توقع قطرة من عتها عجلت تحرقها، أكو مسرطنة، أكو ملتهبة يعني قابلة للاشتعال، مؤكسدة، مشتعلة، مشعة، أكو مادة ويا مادة يصير بها انفجار. يعني لازم المواد هاي واحد عن هاي، أكو مادتين أحطهم سوا ينفجرون، فلازم أراعي كل هاي الأمور. شلون أتعامل ويا المواد السامة؟ لازم اول شيء كل ماده سامه وياها دليل، لازم ارجع لهذا الدليل. اول شيء اقرا التحذيرات مالتها، طريقه تخزينها، المكان لازم يتعرض للتهويه. المواد السامه لازم من اجيبها بكميات كلش قليله وحسب الحاجه لها، يعني مو اجيب كميات واخزنها بالمختبر وانا جزء ما احتاجها، لا شيء كلش قليل حسب الحاجه لها. الملابس اللي البسها قبل ما اشتغل كلها تختلف عن، يعني فوق الملابس مالتي البس ملابس ثانيه، لان هاي ماده سامه والمواد السامه تسوي لي سرطان، تسوي اضرار كلش جانبيه خطره. طبعا هاي قبلها من غير الكلوبس ولها كلية البس اجراءات الوقايه، لازم اغسل الايد وكل شيء. زين المواد الاكله اللي هي شلون تتاكل كيميائيه، هاي شلون تبع الكروجين، انه هاي المواد تسوي لي حروق وجروح بس تلامس الجلد او العين. يعني العين كلش ضروري انه نلبس نظاره مال وقايه. استنشاقها ياثر لي على الجهاز التنفسي، تسوي اكو ناس يعني من كثرة اشتغلهم بالمختبر يصير عندهم ربو. زين عندنا بعد شنو؟ راح نصنفها الى سائله وصلبه وغازيه. السائله اللي هي حامض الكبريتيت اللي هو سجنها H2SO4، حامض الكلور. الصلبه اللي هي قلويات هيدروكسيد الصوديوم، كربونات الصوديوم، المعادن وانواعها واملاحها كليتها. الغازيه اللي هو ثاني اكسيد الكبريت، كلش يعني خطر، غاز الكلور والبروم، اكاسيد النيتروجين. اشد ضررا من المواد يعني الاكله اللي هي السائل او الصلبه الغازيه، كلش كلش يعني خطر مالتها اكثر من الغازيه والصلبه. زين لانه راح تسوي اختناق. فلهالسبب اكو بالمختبرات هذا الهود، هذا شلون يشفط الماده الغازيه السامه المسرطنه. فدائما نشتغل داخل الهود عمود تشفط. زين هاي وين كليتنا؟ انه كلها تاثر على الجهاز التنفسي وراح يسوي يعني نفس التشنجات تؤدي للموت. فالهود كل ضروري نشتغل طبعا ينزد بس المكان مال الايد. هسه اشوفكم فيديو نشتغل لانه بي ماده تسحب المواد او الغازات السامه. عندنا المواد المؤكسده، هاي المواد يعني شلون قابله للاحتراق بس ما يعني شلون ما اقدر الا اذا تعرضت للاكسجين. هاي راح يصير شيء يصير بهاي الحاله، راح تسبب او تساعد باحتراق مواد اخرى.
فلازم نحافظ عليها بكميات كلش قليله. شلون المواد السامه؟ يعني ما اجيب كميات كلش كبيره واحطها بالمختبر، لا، كميات كلش قليله. زين، خاصه بالمختبرات مالتنا اللي هي اصلا ما منضبطه. المواد المؤكسده العضويه، هاي العضويه انتم هسه راح تشتغلون كلش خطره. ليش؟ لانه يعني قابله للحرق، كل يعني وقود حراره اكسجين، هاي تعتبر من اخطر المواد المؤكسده. عندنا المواد المسرطنه، هي اي ماده تسبب لي سرطان او تحفز الجسم على مود اسم الله تتكون عنده الاورام السرطانيه. زين، وهذا الشيء وقت لما الشخص يتعرض لفتره طويله واكثر من مره لنفس الماده. يعني مثلا انا اشتغلت ماده بالماجستير كانت ملتي وول كربون نانو تيوب نانويه، هاي انا اشتغلتها فتره كلش بسيطه قليله يعني وخلصت. بس اذا اكرر هاي التجربه اكثر من مره واستمر اول اشتغل بهذا الكربون نانو تيوب، لا، مرور الزمن راح يكون عندي امراض اللي هي سرطانيه. فهم يعني الامراض السرطانيه واسبابها تنقسم لاثنين، اكو مواد نفس يعني اكو ادله وبحوث مشتغلين انه هي بنفس الحال تسوي امراض سرطانيه، واكو لا، محتمل على المدى البعيد اذا الشخص ظل يكرر التجربه مالته والشغل مالته بنفس الماده هاي، لا، تسوي عنده بالمدى البعيد امراض سرطانيه. طلاب وياي؟ وجروب اي موجودين؟ يعني وياك دكتور. اكو شيء واضح؟ هسه عندنا شنو هي الاعضاء اللي راح تتاثر لي بالمواد المسرطنه؟ احنا قلنا قسمين من المواد المسرطنه، اكو نفس الوقت تسوي عندي الامراض واكو على المدى البعيد. شنو هي الاعضاء اللي راح تتاثر؟ الرئه، الكلى، الكبد، الجلد. الوقايه من عندها شلون؟ انه انا ما اتعرض لها بشكل مباشر. يعني مثلا انا الماده مالتي كنت يستحيل الزمها بايدي، يستحيل، لازم كنت البس اكثر من قفازه ومناظر ويعني اخذ كل اجراءات الوقايه رغم ان هي على المدى البعيد، فلازم ما المسها بايدي، ما البس مناظر لانه مثلا تتطاير، اكو مواد تتطاير، فلازم اسوي اجراءات الوقايه ما اتعرض لها دايركت. نظام الشروط اللي هي الامن والسلامه اللي هي موجوده على الليبل مال الماده. عندنا المواد الملتهبه، هاي عندها فعاليه شديده. هسه وصلنا خامسا، المواد الملتهبه هاي عندها فعاليه شديده للاحتراق. ايش راح اسوي؟ راح هاي المواد اللي هي تسبب لي انفجارات، اللي هي انفجارات كيميائيه، اللي هي انتم راح من تشتغلون اي غلط بيها ممكن يصير هذا الانفجار الكيميائي. هاي ايش راح تكون؟ اكو تكون مدمره، يعني يصير انفجار صدوق يدمر حتى الجهاز الموجود، الاشياء الموجوده، واكو لا، فالشيء بسيط. عندنا اكو من عندها شيء مذيبات سريعه التطاير اللي هي الايثر والاسيتون والكحول، هاي كلنا نعرف الكحول، الايثانول، الاسيتون، الايثر، هذا كلهم سريعات التطاير. يعني اذا جينا حطينا بيكر وحطينا بي وحده من هاي السوائل، ورا فتره بسيطه نجي نلقى الاسيتون، البنات مجربيها، نجي نلقى مطاير علبه فارغه، فهاي تعتبر مذيبات سريعه التطاير. اكو عندنا انواع الغازات اللي هي اكسيد الكربون، كبريتات الهيدروتين، الميثان البروبان، هذا اللي كليتهن هاي تعتبر مواد ملتهبه. السائله اللي هي الطوانين اللي هي الاحماض العضويه كليتها، بعض المواد الصلبه اللي هي الاملاح، المواد الكيميائيه اللي هي كلوريد البنزين، كليتها هاي تعتبر صلبه. شلون الوقايه من هاي الانفجارات او المخاطر المواد الكيميائيه؟ اول شيء اطفي اي مصدر ما
مال اشتعال. يعني يستحيل يجي واحد يشغل سيجاره بالمختبر، مستحيل، مرفوض هذا الموضوع. او يجي يشغل هيتر، اي شيء اي شيء له علاقه او يسبب اشتعال هذا ممنوع. اي لهب، ما انقل المواد هاي الملتهبه اللي هي تسوي انفجارات، يعني الملتهبه اللي تساعد على الانفجار، وهي مواد متفجره او سامه ومؤكسده. لازم كل وحده الهس يعني جهه تختلف عن الثانيه، بيكرها عفوا اللوكرها يختلف عن اللوكر مال هاي، وحتى بقي مسافه بيناتهم، يعني كل وحده بجهه، فهاي في المسافه مال كم متر الثانيه، وطبعا كميات كلش قليله. زين، ما اجيب كميات كبيره منها سامه مؤكسده متفجره، ما اخزنها ويا الحوامض لانه مسويني انفجارات، ما اسخن السوائل مالتها، اي شيء من اسخنه هاي السوائل، مو بس انه اسخنه، حتى لو يعني مثلا اذا انا جيت سخنته، مثلا اجيت وحطيته بيكر على هيتر وسخن، هاي يسوي لي انفجار، هاي مواد ملتهبه. او مثلا حطيت ماء حار، يعني حمام مائي، وحطيت البيكر بنصه، همين مرفوض، ما يصير. عندنا هسه المواد المشتعله، سلهنا طلاب وياي، اكو مشكله زين. هسه المواد المشتعله، هاي المواد هي شلون نقول، مثلا اكو ماده تبقى بدرجات حراره عاليه، اكو مواد تبقى بالشمس، هاي يسموها مواد مشتعله، فلازم نحافظ عليها بدرجات حراره اللي تناسب هاي كل ماده. اكو حسب درجة حرارته هو 25 درجة سليزي، أكو أقل 10، حسب كل مادة. لازم كل مادة أشتريها أكو ليبل اللي ورا يقول طريقة تخزينها، الوقاية من عندها، درجة الحرارة اللي ممكن أخزنها بيها، مثلا أبعدها عن يا مواد. كل مادة ليبل مالتها، ما اشتغل المادة اذا ما عندي الليبل مالتها واعرف شلون اشتغلها. فلازم هاي المواد اللي تساعد على الاشتعال او المشتعله اخزنها بدرجات حراره مال الغرفه، ماشي، وابعدها عن الوقود، الحراره، الاكسجين، اي شيء عم ما تسوي لي اشتعال. شنو هي المواد الشديده الاشتعال؟ اللي هي ثنائي كبريتيت الكربون، الكحول، هاي الكحول اللي احنا الايثر، هاي ما يصير، لا اجي اسخنها، واذا سخنتها ما احطها باناء مفتوح. يعني مثلا انا من اشتغلت كحول الايثانول، هو هذا الايثانول يعتبر اسهل، يعني ابسطها من الكحولات، الايثانول وقتها سخنته، بس اول تجربه اللي كانت، بس عفته مفتوح، ما غطيت البيكر، قامت هيك تصير مفرقعات بكل المختبر، هيك من كل، انا حاطه باودر، حطيت ايثانول على الهيتر، هيك قامت من كل الجهات، قام انفجارات والطاير والفقاعات قامت بكل مكان، تلوصت الدنيا. هاي اول تجربه، هاي قبل زين. فلازم اجيب اي ماده سيليفون، اي شيء اغطيها، يلا اسخن. وطبعا اسخن على هيتر، مو اكو نار، لا اكو هيتر كهربائي بس يرفع درجه الحراره، بس اي شيء نار او شيء يساعد على الاشتعال ممنوع. زين، ممكن اسخنه بحمام مائي، زين، عمود تقلل هاي الكميات مال المواد داخل المعمل، فهاي كليته ها. ومن غير انه بالمختبر بالشغل مالتي لازم اكو تهويه، ساحبات ويا الساحبات، يعني الشبابيك تنفتح حسب الشغل مال الماده اللي راح اشتغله. اكو مواد يعني الريحه مالتها كلش قويه وتخنق، يعني قد ما الريحه مالتها قويه تسوي اغماء، يعني واحد بعد ينسطر ويغمى عليه،
فلازم اكو ناس تعرف بوجودنا بالمختبر من نشتغل. شلون اجي احافظ على المواد المشتعله؟ شلون راح احافظ عليها؟ زين، احافظ على هاي المواد باماكن لازم تكون بعيده عن الشمس، ودرجه حراره الغرفه هم شنو؟ قلنا هنا لازم درجه حراره الغرفه تكون مو عاليه، هي اللي هي الطبيعيه اللي هي 25، يصير درجات حراره عاليه. زين، اكو هاي المواد يحطوها برامول، طبقه سميكه من الكربونات صوديوم، هاي نحطها بزجاجيات، يعني يصير تباعد بين كل ماده وماده، لازم يصير تباعد بيناتهم، او يعني مثلا الرف السفلي والعلوي يعني رفوف بيناتهم، ون ارتبها، يعني ما يصير انه احط بيناتهم يعني وحده ويا الثانيه، لازم احط بيناتهم شلون الحاجز، شلون يسموه فرشه من الرمل. عندنا هسه المواد المتفجره، هاي المواد المتفجره هاي اللي راح تسوي لي انفجار، شو وقت لما تصير بيها مثلا هاي الماده، اي شيء من هاي الامور تتعرض له راح تنفجر، مثلا تعرضت للصدمه او من توقع عند سقوطها، او تتعرض للهب او تسخينها او اسوي حمام مائي، اي شيء من هذني راح هاي المادة هي رأس تنفجر، هي مكتوب عليها مواد متفجرة. زين، شنو هي المواد الشديدة الاشتعال أو المثال على المواد المتفجرة؟ هي أكاسيد الإيثرات، هاي الإيثرات راح تتحول إلى منو؟ الإيثرات أول شيء يعني راح نحولها إلى فوق أكاسيد الإيثرات، شوكت وجود المي والهواء، فش راح يصير؟ راح يصير عندي انفجار لما تتبخر، بس لما تتبخر هذه اكاسيد، لذلك لازم نحافظ على الايثر جاف، يعني بس مجرد نعرضه للهواء والمي راح يصير بيه انفجار، لازم يكون جاف. لا عفوا، الهواء والضوء، عفوا الهواء والضوء باماكن مظلمه، لانه هذا الايثر الجاف بس مجرد نعرضه شو اسمك؟ هاني ترك؟ اي اللي حكيت اي مصطفى حكيم. مصطفى حكيم، انا يعني احب اللي ينتبهون، خلي اسجل اسمك. تمام، مصطفى حكيم. مصطفى حكيم، أي. يا جروب جروب اي، جروب اي مو؟ لا جروب بي. بي بي ليش انتوا هسه بي؟ انتوا مو اي ودي؟ دي. ها دي دي، عفوا. زين، فلازم احافظ على الايثر جاف بعيد عن الهواء والضوء. زين، عمود ما يتحول هذا جزء من عده الفوق الاكاسي، من يتحول راح يصير عندي انفجارات او يكون شديد الاشتعال. زين، فمثلا شنو هاي فوق الاكاسيد اللي هي الاحماض؟ تعتبر من المواد، يعني هي مو اكاسيد، تصير فوق الاكاسيد، تعتبر هاي من المواد المتفجره، لازم كلش احذر من عندها واستخدامها، واكيد كل ماده احنا لازم نقرا الليابل، اي ماده نستخدمها هاي ان شاء الله باكر عقبه اذا تكملون دراسات عليا راح تشتغلون كل شيء بايدكم، يعني مو مثل البكالوريوس، البكالوريوس راح يكون عندكم مشرفين، المشرف راح يظل يتابع وياكم، انا هنا أنا ما اعرف نظام الاهلي بس بالحكومي المشرف يعني بكالوريوس يعوف الطالب هو يشتغل هو يتعلم وحده. هنا أنا الاهلي اتصور مختبرات قليله فراح يعني مو مثل الحكومي وتعداتكم هوايه. بس بالدراسات العليا ان شاء الله اذا تكملون لا راح يكون الشغل كليته عليكم كله. انتوا تشتغلون، انتوا تقومون تخترعون اشياء وتسوون تفاعلات وكل يومكم. فالمختبر كلش ضروري بالشغل الخامس اذا اشتغلتوا او بالدراسات العليا.
هسه عندنا حامض البيروكلوري، هذا الحامض ويا المركبات العضويه والغير عضويه بسرعه يتاكسد، فمن يتاكسد يسوي انفجار. لهذا السبب استخدمه بالمختبر بشكل كلش يعني حذر. عندنا هذا الحامض اذا وقع على سطح الارض لازم اعاد له قبض، لانه هو حامض، فلازم اجيب اي ماده قاعده اعادلها يلا اغسله. يعني مو اجي هو حامض وقع على القهوه اجي اطش عليه مي واجي اغسله، لا لازم اعادله يصير متعادل بماده قاعديه مثل عندنا كربونات الصوديوم وبعدين اجي اغسله بالمي. اوكي، عندنا مركبات النيترون الاوروماتيات اللي هي هذني العطريه تعتبر نفس البنزين، هاي مركبات تكون هيدروكربونيه غير مشبعه، ويا منو تشترك ويا مع بعضها شنو باحتوائها على حلقه البنزين اللي هي ثنائي نيتروبنزين ثلاثي، هاي امثله مفتشين، بس اهم شيء تعرفون اللي هي هاي يسموها المركبات العطريه. زين، عندنا الغير عضويه اللي هي نترات الامونيوم، لهالسبب لازم اخزنها هاي كل المركبات لازم هم تكون بعيده عن اللهب او ما تتعرض لا الشمس او شرارات كهربائيه، يعني بدون لا حراره ولا ضوء ولا اي شراره كهربائيه. فتقريبا نعيد نفس الاشياء كل شويه، اهم شيء بس شيء يختلف عن مثل المسرطنة يختلف عن المتفجرة. هاي عندنا المواد المشعة، من هي المواد المشعة؟ هي أي مادة راح تصدر لي إشعاعات ألفا وبيتا وغاما ونيترونات. إحنا خدناها بالفيزياء، خدنا الألفا إشعاعة ألفا غاما بيتا كلية أخذناها. أكو مواد هي أصلاً تصدر هاي الإشعاعات، فهذني لازم أتعامل وياهم بدقة واعرف اجراءات الوقايه والخطر اللي بيهم على مود تقيني من الاشعاع. واحنا عرفنا الاضرار الجانبيه من الاشعاعات، من هي اللي ممكن مواد هي مشعه؟ اللي هي اليود، الفسفور، اليورانيوم، هذين الامثله عليهم. راح نجي هسه هاي العلامات موجوده بكل مختبر، موجوده على الغلاف مال كل ماده راح اشتريها، موجوده على اجهزه اي مكان. هاي الاجراءات، هذا الاكس ماده ضاره، يعني هاي ماده ضاره سامه، عفوا ماده ضاره، يعني ما دام ضاره يعني تؤدي لي لحاله وفاه. هاي جمجمه ماده سامه، هاي حارقه شوفوها، خلي اشرحكم بالماوس وياي طلاب، ويعني ضروري انت باكر عقبه هسه او انت يجي يقولوا لك هاي شنو معناها، هو بس راح يحط لك العلامه ما راح يكتب لك هاي، فانت تصرن راح تقول هاي شنو، فانت لازم تعرف هاي عندنا اشاره الى ماده ضاره، هاي ماده سامه، هاي ماده حارقه كاويه يعني عجلت، هاي تاثر. زين، هاي جمجمه وهيجي نفس الشمس الطالعه من عندها، هاي مشعه، يعني هاي الماده اللي هي مثل اليورانيوم اليود الفسفور. عندنا نار قابله للاشتعال، هنا هاي تخص البيئه مبينه ماده ضاره للبيئه، هنا هاي مؤكسده، لا هي نار ولا هي، هاي نعتبرها ماده تتاكسد. زين، هذا مبين ماده متفجره، هنا هاي الاكس، شوفوا الفرق، هنا اكس ضاره، هنا مهيجه، يعني هاي الاكس اي اي شيء هي ماده ثانيه تأثر وتهمين تصبح ضارة. زين، عندنا معدات الوقاية، نتوقف اللي هنا نكمل هاي معدات الوقاية. عندنا شوفوا هذا لابكوت أو هذا البلطو اللي يلبسوه بنفس البدلة كاملة، هنا قفازات هاي مال الوقاية، أدوات السلامة الشخصية. عندنا الحذاء الواقي، هاي بالمختبر حسب المختبر اللي دا اشتغل به اذا كيميائي عضوي. زين، النظارات، هاي ما البسوها الجهاز التنفسي ليش؟ تحميني من المواد السامه الغازات اي شيء ممكن الشخص يستنشقه.
عندنا الكمامة زين. هاي العلامات هاي خطأ إنه أستخدمها بالمعامل أو مختبر أو المصنع، هاي خطرة. شنية هاي مبينة علامات الخطر؟ التدخين. هاي شنو؟ أي شيء أستخدمه قابل للاشتعال أو مادة لهب. الأكل، الشرب، والتدخين، هذين الثلاثة هاي العلامات مالتهم. هذا الممنوع شنو؟ هاي مال لما يصير عندي مثلا حريق أو يصير أي حالة طوارئ، فما يصير أستخدم المصعد. حالات الطوارئ لازم أكو بكل بناية باب خارجي أو مختبر ودرج ننزل من عنده، فمو هو صاير حريق لو صاير أي إجراء وجي أني أصعد بالمصعد لو أنزل من الدرج الطبيعي، لا لازم أكو بكل بناية باب طوارئ. ما أعرف إذا إحنا بالكلية هسه أكو لو لا، بس ضروري كلش. الهاتف ممنوع من عن باتن. عندنا المي الغير صالح للشرب، يعني هذا اكو مو اكو واحد قاعد بالمختبر ويجي يفتح البور يشرب من عنده، ما يصير. وهم ممنوع الدخول، مو اي شخص يدخل للمختبر خاصة المختبرات الخطرة. عندنا التجهيزات مال الطوارئ، عندنا مثلا هنا هاي اكو غسالة مال العين تغسل العين، لانه شخص مرات هي المواد السامه المتفجره هاي كلها تاثر عليه، اذا خاصه اذا شخص ملابس مناظر زين. اكو اصلا يلبسون مناظر وهم عينهم تصير حمراء وتدمع، والدوش ما الطوارئ اذا شخص وقع عليه فد ماده او على ملابسه لازم اكو. طلاب هاي من شو وقت فاصل النت؟ دقيقتين صار دكتور. يعني وين وصلت؟ أنا يعني بالجامعة، والجامعة تعرفون نت قليل يعني ضعيف كلش، فما أدري ما من كذا. وين وصلت آخر شيء؟ دكتور لا هذا اللي وصلت المحاضرة وش تحكي؟ وين وصلت؟ دكتور العلبة الإسعافات الأولية. علبة الإسعافات الأولية، يعني ها هي هاي آخر شيء عندنا هنا نقطة التجمع. هسه طلاب كلكم عندكم الجروبين؟ جروب الدي ما بيعرف ليش نيراتهم مفتوحات يمي. جروب الدي، جروب الدي
منو موجود من جروب الدين؟ طبعا احنا جروب ايه محمد و... وجروب البي منتظر احمد مصطفى وينكم؟ دكتورة ماكو صورة. اه اوكي الصورة مو مشكلة هسه انا راح اسويها. هسه وصلنا للاسعافات الاولية. طلاب ابدوا سجلوا حضور بين ما اخلص هاي. هسه اوكي كلكم عندكم صورة؟ جروب دي تمام دكتور احنا عندنا صورة. نعم عندنا صورة جروب الاي. السجل حضور لا يطلع انتظروا هسه. اه فطلاب هسه اخر شيء وصلنا التجهيزات الطوارئ قلتوا علبة الاسعافات الاولية اللي هنا وصلنا. اي نعم دكتور. اي هاي عندنا هاي الطوارئ، عندنا علبه الاسعافات الاوليه، وعندنا نقاط التجمع، يعني اي البنايه او المختبر صار به حريق او اي حاله طارئه هاي الاشاره تدل انه اكو نقطه مال التجمع، يحدد لي فلان نقطه، هاي لازم الكل يتجمع عندها لما يصير حريق. زين؟ هسه اللي هنا بعد ما راح ناخذ زياده، هاي المحاضرات انا مسويت لكم محاضرات طبعا بالانجليزي، بس هاي اليوم المحاضره شلون عم تفهمون الاساسيات، تفهمون شلون توعيه للمختبر، وراها راح نبدي عندي سيليباس راح ابدي اعطيكم من عنده محاضرات ننزلها ان شاء الله. قبل كل شيء احنا شنو عندنا ويا الطلاب؟ عندنا انواع المخاطر. هاي المخاطر عندي خمس انواع. اكو مخاطر ميكانيكيه اللي هي وين تصير بالاجهزه، يعني واحد ما يعرف يستخدم الجهاز يستخدم خطا، هذه يسموها مخاطر ميكانيكيه. زين عندنا مخاطر كيميائيه اللي هي التعامل ويا المواد والحوامض، اي مواد كيميائيه. عندنا مخاطر الحريق اللي هي اللي يتعامل ويا اللهب، مخاطر سلبيه، وختم مخاطر بيولوجيه. احنا تدرون ايش راح ندرس؟ راح ندرس المخاطر البيولوجيه بالمحاضرات الجايه. ماشي؟ كل وحده هي من المخاطر لها مواد وطرق وقايه وكل شيء، يعني شارحها بالتفصيل. احنا راح ناخذ المخاطر البيولوجيه ونبدي نشرح عنها كل محاضره شكل ناخذ ماده معينه. فهسه انتم اذا احد عنده سؤال يسال، واللي ما عنده سؤال يسجل حضور بالشات ويطلع.